السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك الطبي. برنامجنا مستشارك الطبي بيهتم بزيادة الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى المواطنين. طبعا كل حلقة بيبقى معانا موضوع مختلف عن الآخر، معانا تخصص بنتكلم في المشكلة اللي بتصادفنا، سواء كانت لها علاقة بالأسنان، لها علاقة بالقلب، لها علاقة بالمخ، أيا كانت المشكلة. النهارده مع ارتفاع درجة الحرارة في شهر 8 والأمراض اللي بتيجي في الصيف والرطوبة العالية، أثرنا النهارده إن احنا نكون معانا حلقة عن الجلدية وعن الأمراض الجلدية وعن استخدامات الليزر في التجميل. طبعا الليزر ليه استخدامات مختلفة جدا ومنتشر جدا في الفترة الأخيرة، عشان كده النهارده هنتكلم عن الأمراض الجلدية وهنتكلم عن التشوهات الخلقية اللي بتحصل في الجلد واستخدامات الليزر ليه. يسعدني ويشرفني النهارده ان يكون ضيفي هو الدكتوره امال محروس، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر. تعالوا ارحب بيها. شرفنا دكتوره. طبعا يا دكتوره، احنا النهارده خصصنا الحلقه ديت ان احنا نتكلم عن امراض الجلد وعن التشوهات اللي بتحصل في الجلد. طبعا احنا الشهر دوت الرطوبه عاليه، درجه الحراره عاليه جدا، بيحصل بعض الامراض مع الزحام الموجود في الشارع. في البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك، الصيف ودرجات الحراره العاليه والرطوبه العاليه دي ايه اضرارها على البشره؟ تمام. بداية كده لازم نعرف ان الشمس مضرة جدا لينا كلنا، كل انواع البشرة لكل الاعمار، خصوصا بقى في فصل الصيف. هي طبعا اشعة الشمس صيف شتاء هي المفروض ان احنا نبقى ناخد احتياطنا منها، بس طبعا في الصيف الدنيا بتبقى اكتر، يعني ان احنا درجة الحرارة اعلى والريجي كلنا متعرض لاشعة الشمس كتير، خصوصا الناس اللي بتصيف كتير كذا مرة، الاطفال اللي بينزلوا بسينات اوبن يعني كتير، فكلنا المفروض ان احنا نحتاط اكتر من اشعه الشمس. فلازم في احتياطات معينه لازم كلنا نتبعها، يعني ده كل عشان نحافظ على الوقايه خير من العلاج. طبعا بالظبط، نحافظ على صحه الجلد بتاعنا يكون سليم. اول حاجه بدايه طبعا محجبات الشمس دي حاجه مهمه جدا لكل الاعمار، لكل انواع الجلد، كل تايب 1 2 جلد، طبعا انواع كتير، فكل انواع الجلد بفاتح غامق اي حاجه، شايلد، سن صغير، سن كبير، كلنا لازم نستخدم محجبات الشمس. وعلى حسب محجبات الشمس، حسب ما الدكتور بيقول لنا، اذا كان هنستخدمها مرتين كل ساعتين او كل 3 ساعات، كل 4 ساعات، على حسب النوع. يعني كل نوع اضرار مثلا يا دكتوره مثلا ولا محجبات الشمس؟ لا، هي بتمنع الضرر بتاع الشمس عننا، هي عباره عن عازل مثلا، حاجه زي كده، حاجه بتحمينا شويه من الاشعه الضاره بتاعه الشمس. تمام. بتبقى عباره عن كريمات مثلا؟ في كريمات، في سبراي، في زي لوشن، على حسب طبيعه نوع البشره. تمام. طيب احنا دلوقتي عرفنا اثار درجات الحراره العاليه، وهننتقل دلوقتي للسؤال التالي. تمام. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الليزر، وقلنا ان الليزر ليه استخدامات منتشره جدا في الفتره دي. عايزين من حضرتك توضحي لنا استخدامات الليزر وفوائده وايه انواعه. مبدئيا هو الليزر علم كبير، يعني تمام، مش جهاز واحد بعينه، هو اجهزه كتير ليه استخدامات كتيره طبعا عندنا في الجلد. في اول حاجه اسمها CO2 ليزر او اربيوم ليزر، ده كاتيجوري او نوع معين من الليزر، ده بيستخدم لاستخدامات كتيره جدا، منها علاج اثار الحروق، اثار الندبات، جروح بعد اي جرح او مشكله يعني حصلت، او خياطات او حاجه في الجلد. ممكن يستخدم لاعاده نضاره البشره، التجاعيد الرفيعه او حاجه برضو بيستخدم فيها. تمام. بيستخدم المسامات الواسعه في الجلد، يعني ده ليه شق تجميلي وليه شق علاجي. تمام. ده نوع من الليزر. ممكن يستخدم لازاله الحسنات، في نوع تاني. ممكن عندنا انواع من الحسنات بقى، في حسنات دمويه، فده نوع من الليزر تاني بيستخدم الحسنات الدمويه، مخصوص للحسنات الدمويه او الاوعيه الدمويه اللي هي الرفيعه السطحيه. تمام. تبقى ظاهره في الجلد. تمام. في نوع ثالث بيستخدم للتصبغات او الوحمات الصبغيه والنمش والكلف، اي حاجه غامقه او صبغيه يعني لونها اللون الميلانين فيها اللي هي اللون الغامق الاسمر، بيستخدم ده نوع ثالث في الليزر. تمام.
في نوع ليزر بقى تاني بيبقى بيصنع لإزالة الشعر، وده بيبقى أكتر تجميل يعني. ليه أنواع كتيرة جدا وكبيرة، إيه الفروق ما بين النوع ده والنوع ده والنوع ده؟ هو بيبقى جهاز نفسه يعني، كل نوع وكل استخدام بيبقى بنستخدم جهاز ليه نوع يعني طول موجي معين، فعلى حسب طول الموجي ده أنا بستخدم الجهاز ده في إيه. تمام. فعشان كده بقول لحضرتك هو يعني الليزر علم كبير، فكل جهاز ليه الدكتور بيستخدمه بتبقى ليه استخدامات معينة على حسب الطول الموجي بتاع الجهاز. حرارة دكتور الليزر عبارة عن حرارة؟ هو عبارة عن ضوء او ضوء. بيحتاج لبنج في الشغل ولا ما بنحتاجش؟ لا هو على حسب بقى الاوريدي يعني، لو حاجه مساحه كبيره في الجسم زي اثر جرح اثر حرق او حاجه طبعا لازم بيبقى ياخد بنج، ممكن ياخد بنج كلي كمان. تمام. لو بنستخدم حاجات بسيطه تجميليه خفيفه ممكن نستخدم بنج، بس بنج موضعي بس مش اكتر يعني. تمام. فهو لطيف يعني خفيف مش ويفضل استخدام الليزر ما ملوش اي اضرار يا دكتوره يعني، ما بسيط العمليه بسيطه مثلا لا هو الشغل ان شاء الله نفسه ملوش بسيط؟ اضرار خالص، هو بس احنا بنعمل في حاجه اسمها سيفتي بنتابعها مع استخدام الليزر، لازم الدكتور يبقى لابس نظارته، النيرسز برضو تبقى لابسين النظاره، البيشنت، ففي حاجه سيفتي كده في استخدام الليزر لازم نتابعها، لو اتبعناها والدكتور كان شغال كان فاهم كويس في الليزر مش هيعمل سايد افكت يعني. مش هيعمل اي سايد افكت. طيب طبعا انت حضرتك قسمت لنا الليزر وعرفنا انواع العلاج وطرق العلاج بتاعته. طيب احنا هننتقل للسؤال التالي. اتكلمنا عن الليزر قبل الفاصل، وعايزين حضرتك بالتفصيل عشان خاطر الساده المشاهدين يطمنوا لعمليات الليزر بالتفصيل، ايه الليزر بالظبط وايه انواعه، ونتكلم عن كل نوع كده ايه لو نبذه مختصره بس بسيطه. اوكي طيب مش مشكله. اتفضل. احنا دلوقتي ناخد اول حاجه اللي هو ممكن يبقى شائع قوي او الفيميل عارفينه كتير اللي هو الليزر ازاله الشعر. تمام. ده حاجه بيبقى بسيطه خالص، هو البيشنت اول ما بتيجي بناخد مثلا ساي بنحط كريم مخدر نص ساعه او حاجه قبل الجلسه، وبعدين ما هي بتتفضل تعمل الجلسه بتاعتها، جلسه على حسب المساحه وحسب المنطقه ما بتاخدش وقت طويل يعني. تمام. وبعد الليزر يعني تقريبا ما بيبقاش في حاجات يعني ما بتلاقيش اي مشكله بعد عمليه الليزر نفسها. طيب. الموضوع بيتم بمنتهى اثار البساطه جانبيه خالص. مثلا زي مكان يكون فيه لون حصل اي حاجه من الحاجات دي؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك يا دكتور هو الاثار الجانبيه بتبقى مشكله يعني عدم فهم شويه بالشغل يعني. طيب. لو انا شويه مش مظبطه الجهاز مظبوط، لان الجهاز ليه تظبيطات كتير فلازم اكون عامله تظبيطه جهاز او بارامتر معينه تخص بكل لون جلد يعني، اللون غير سمك الشعرايه، كل حاجه بتبقى ليها التظبيطه بتاعتها، فلازم الدكتور اللي شغال يبقى فاهم عشان ما يعملش مش لازم يكون في خبره اكيد. تمام. لازم يكون في خبره كويسه عشان ما نعملش السايد افكت او ما نعملش الضرر، لان تمام. هو اوريدي لوحده الحمد لله هو ملوش ضرر، بالعكس هو مفيد يعني. تمام. فعشان ما نعملش السايد افكت اللي هو مش بتاعه فاحنا نكون شغالين فاهمين كويس عليه، هتلاقي الدنيا كويسه خالص يعني الناس بتبقى مبسوطه. تمام. ده اول ليزر. الليزر ده انواعه كتيره بتاع ازاله الشعر. في اول ما نزل الليزر خالص كان حاجه اسمها روبي، ده اول نوع من انواع الليزر نزلت لازاله الشعر. بعد كده في انواع زي الالكسندرايت والاندياك، دول اكتر انواعين يمكن بيستخدموا. في حاجه اسمها دايود ليزر، تقريبا دول اكتر انواع بتستخدم لازاله الشعر في يعني كل انواع اللي حضرتك ذكرتيها دي كلها بتستخدم لازاله الشعر. تمام. اربع انواع دول بيستخدموا لازاله الشعر. تمام. مين اللي بيجي يطلب ان هو يزيل شعر يعني؟ هو أي ممكن اي حاله، هو ممكن تبقى علاج وممكن تبقى تجميل يعني. ممكن نعالج مثلا في سيدات بيبقى عندها حاجه اسمها زياده في هرمون اللي هو الذكوره. تمام. فبيبقى عندهم شعر طالع في الدقن، زي شعر زايد في مناطق معينه في الجسم شعر غير مرغوب أيوة. فيه. تمام. فدي حاله علاجيه، دي ما نقدرش نقول عليها تجميل، لا دي علاج. فدي طبعا كتير جدا، حالاتهم كتير جدا بيتعالجوا. جانب التجميلي بقى، التجميلي اللي هو يعني طريق من طريق من يعني طريقه من طرق ازاله الشعر العاديه، بس هو بالليزر يعني. تمام.
طبعا مميزاته ان هو بيقعد فترة طويلة جدا، مفيش للشعر تاني. فطبعا يعني بنستخدم العلم في الحياة. لا العلم طبعا داخل في كل حاجة وفوائده كتيرة طبعا. تمام. فده أول نوع، أو ده أول استخدام لليزر. تمام. في ليزر تاني، الوحامات اللي هي الدموية. ده ممكن نبدأه حتى من سن البيبيهات، يعني ممكن نشتغل ليزر على البيبي الصغير، ما عندناش مشكلة فيه خالص. ما يضرش ببشرة الطفل الصغير؟ لا تمام. خالص. ده بالنسبة للوحامات اللي هي الدموية. في نوع اللي هو اسمه اندياج، أو حاجة اسمها بالسيد داي ليزر. تمام. ده مخصوص بيشتغل على الفاسكولر، على ال إيه على الهيموجلوبين بتاع الجول فيزل. تمام. فده اوريدي بنستخدمه على اللوحامات الدمويه، وبنستخدمه على العروق اللي هي السطحيه بتاعه. تمام. طيب احنا هننتقل للسؤال التالي اللي هو النوع التاني من الليزر. اتفضل يا دكتوره، نكمل النوع التاني من الليزر واستخداماته برضه. تمام. في ليزر اللي هو اسمه كيو سويتشد. اي كيو سويتشد يعني بيستخدم للتصبغات. اوكي. تصبغات نقدر نقول نمش كلف. في وحمات بتبقى وحمات صبغيه اللي هي بتبقى لونها بني. تمام. تمام. الليزر ده مخصوص، هو يعني ده شغله الاساسي، مخصوص للانديكيشن دول، وده بيبقى كويس جدا. يعني يمكن في النمش ما بيتعالجش غير بالنوع الليزر ده، اي حاجه تانية ما بتعالجش. الوحمه دي عباره عن تغير في لون الجلد في منطقه معينه، دي الوحمه. يعني انا موضوع الوحمه دوت، انا بسمع يعني دي عادات وتقاليد وكلام بيتقال، يقول لك ده مامته تحمت عليه مثلا في كذا فطلع له. الكلام ده حقيقي فعلا ولا دوت مشكله في الجلد ولا؟ انا عايز اعرف. هي ممكن تبقى حاجه، لا هي مش ليها علاقه بقصه حد. لا بس منتشر جدا الكلام دوت. لا بس طبعا دي حاجه اوريدي يعني لا خرافه طبعا، يعني مش حاجه علميه. لا مش حاجه علميه، عشان بس المشاهدين عشان هم مقتنعين بالكلام ده فعلا، يقول لك ما تطلعش على تعريف البتنجان فطلع له مش عارف بتنجان فيه. لا مالهاش علاقه خالص. تمام. دي بتبقى حاجه استعداد وراثي، يعني ان هو يبقى عنده الوحمات دي. تمام. بتبقى انواع كتير، وحمات التصبغيه بتبقى انواع كتير يعني. طيب برضه مكملين. ده تالت نوع. الرابع نوع اللي هو السي او 2، زي ما قلت لك يا دكتور، سي او 2 او حاجه اسمها اربيوم. ده بيستخدم، ممكن نزيل بيه مثلا فيها زوائد جلديه بتبقى بتيجي للناس شويه لما يكبروا شويه، بتلاقي زي زوائد جلديه كده. زوائد جلديه. دي ده بيستخدم فيها، بيستخدم ان هو بيشيل برضو الحسنات. اي مشكله بقى يعني، اي لا قدر الله، ممكن التيومر اللي هي البناين تيومر برضو ممكن. تمام. لو التيومر تقصدي يعني لو في ورم مثلا، الاورام الحميده، الاورام الحميده اللي هي العاديه خالص ما فيش منها اي مشاكل. تمام. بيشتغل عليها وبينزلها. دي حاجه ممكن هو بيستخدم في اثار الحروق وندبات الجروح. وبيجيب نتائج كويسه طبعا جدا، بس بتبقى عايزه جلسات طويله. تمام. ممكن بيستخدم بقى في الشق التجميلي، ان هو بيعالج اي خط رفيع في الجلد او حاجه، يعني اللي هي التجاعيد. التجاعيد. بس تجاعيد بتبقى لونها مختلف عن لون البشره نفسه. لا هي مش لونها، هي بتبقى زي شق في الجلد كده، فهو اوريدي الليزر بيحفز ليه الكولاجين بتاع البشره. تمام. فبيملى الخط ده. تمام. تمام. فهو برده بيستخدم كتجميلي. كده يعتبر انتهى كده انواع الليزر ولا كده؟ تقريبا احنا اتكلمنا على اربع انواع ليزر. تقريبا. ليه استخدامات كبيره جدا الليزر، وما شاء الله مفيد جدا في يعني ادى الى تقدم رهيب جدا في الطب بالذات، خاصه في موضوع الجلديه وموضوع الالوان اللي بتتغير في الجلد. طيب الحروق. تمام. لو حصل حرق، طبعا بيحصل طبعا بعد فتره بعد ما بيتعالج بيحصل لون تغير في لون البشره او ايا كان المكان اللي حصل فيه الحرق. طبعا بيبقى فيه كريمات وفيه علاجات اخرى طبعا اعرفها من حضرتك. تمام. ايهما تفضل، الكريمات ولا العلاج بالليزر او ايا كان العلاج؟ اوكي. احنا نتكلم لو حصل حرق، هيحصل حضرتك بتتكلم على اللون. اللون على حسب، احنا بنشوف طبعا الحاله وبنقرر اذا كان مجرد كريمات هتجيب نتيجه معاها كويسه ولا لا، انت محتاجه الموضوع محتاج اكتر تدخل مننا يعني. طبعا. فنقدر ان احنا نتدخل بليزر او حاجات تانية كتير، ممكن بنعمل حقن فيتامين سي، بنعمل حقن تفتيت يعني فيتامين نفسها بتفتح
ده لو احنا اتكلمنا عن الحرق ده عامل لي اثر بس لون، لكن لو الحرق عامل مشكله يعني زي سكار، ده اللي محتاج ليزر، ده لازم، ملوش علاج لازم تاني ليزر غير طبعا. الليزر. وممكن حاجه اسمها بلازما، جلسات بلازما برضو بنستخدمها في اثار الحروق. تمام. طيب دكتوره احنا هنستاذنك، هنخرج فاصل اوكي وهنرجع نكمل كلامنا مع اوكي حضرتك. هستاذنك نخرج فاصل بسيط وهنرجع لحضرتكم مره ثانيه. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحاصلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها. لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وموضوع حلقتنا النهاردة عن استخدامات الليزر في تجميل الجلد، وضيفتنا النهاردة هي الدكتورة أمال محروس، أخصائي الجلدية. دكتورة أمال، احنا اتكلمنا عن الليزر واستخداماته، وعرفنا ان الليزر منتشر بصورة كبيرة جدا وبيؤدي الى طفرة كبيرة جدا في الطفل. طيب بالنسبة للعلامات اللي موجودة خاصة في الوجه، يعني مثلا طفل وقع حصل له جرح خيط عمل علامة ساب علامة، عايز اعرف استخدامات الليزر، خاصة ان انا شفت بعض الحالات الليزر ما جابش نتيجة معاه، او عمل مش ادى الى طفرة وتغير، لا ده ادى الى تشوه. برضو هنرجع نفس الكلام يا دكتور مؤمن، ان الليزر ممكن يعني اي حاجه بتبقى سلاح ذو حدين، يعني انا على حسب انت بتعرف تستخدمها ازاي. فانا لو استخدمت، حضرتك بتقول اثار جرح او حاجه، فانا لازم اكون اشوف الفايده اللي هتجيلي لو استخدمت الليزر، ولا ان انا افيد ان انا يعني اقلل من استخدام الليزر. فانا لو استخدمت الليزر لازم اكون حذره شويه في اثر حاجه، عشان ممكن فعلا تزيد. يعني زي ما قلنا لازم يكون في اكسبيرينس، يعني لازم اتعامل مع الحاله بوضعها، يعني الحاله اوديها الحاله افضل، ما ارجعش بالحاله لورا. تمام. فدي محتاجه ان احنا شويه نشتغل بطريقه دقيقه شويه، عشان نوصل ان احنا نوصل الحاله للتجميل. فعلا التجميل، انا بعمل تجميل مش تشويه زي ما حضرتك قلت، يعني لا لان فعلا اكون انا دقيق شويه فيه. حصل قدامي فعلا، شفت حاله كان في الجبهه من فوق، في الجبين من فوق، وحصل فيها تقريبا كانت خدت 3 غرز، واستخدم الليزر مع دكتور وادى الى ان الجرح كبر والمنظر بقى اوحش. فعشان كده انا بسال حضرتك، هل دوت غلط من الدكتور ولا العيب في الليزر؟ يعني هقول لحضرتك برضو يا دكتور مؤمن، هو ممكن الحالة تبقى لسه في وسط العلاج، لان احنا في وسط العلاج الحالة ممكن تدينا الشكل ده شوية، بس بالوقت هتلاقيها وصلت للحالة للوضع كويس يرضيها يعني. تمام. لكن طبعا مش دي النتيجة النهائية. النتيجة النهائية انا جاي لدكتور التجميل، المفروض ان انا يعني ابقى افضل ما جيت له، مش اوحش يعني. فلا، المفروض ان انا بستخدمها بطريقة بسيطة على حسب الحالة اللي قدامي، يعني بحيث ان انا احسن من الحالة ما اسوقش الحالة. ممكن استخدم فيها برضو حاجة اسمها بلازما، حقن بلازما، دي بتبقى كويسة جدا في ال طيب النمش. تمام. النمش بنشوف النمش خاصة في الافراد اللي عندهم البشر عندهم فتحة او بيضة. طبعا خاصة في البنات بيتضايقوا من موضوع النمش ده جدا. عايزين نعرف النمش ده ظهوره ازاي وعلاجه ازاي. هو بيبقى استعداد وراثي اكتر النمش، ان هو يطلع يعني عائلات معينه او طبيعه بشره معينه، هو طبعا الاكتر الفاتحه. تمام. النمش طبعا بيزيد مع الشمس، لازم الاستعداد الوراثي مع لو تعرضنا للشمس، لو تعرضنا لصهد هتلاقيه زايد اكتر، هتلاقيه الناس بتشتكي ان هو في الصيف باين كمان اكتر، يعني حتى لو العدد ما زادش هتلاقيه لون وظهر اكتر، بان اكتر. فالنمش طبعا الشمس بتزوده. تمام. النمش ما هو ملوش اي اضرار طبعا، غير ان هو لو مأثر عليا كشكل جمالي فقط لغيري يعني، لكن اكتر من كده لا. ملوش علاج برضو خالص، يعني ما فيش اي دكتور مثلا ممكن يقول للحالة انا هديكي كريمات تشيل النمش، الكلام ده مش مظبوط يعني خالص. حضرتك دلوقتي بتقولي كل المركبات الموجودة او التركيبات الموجودة في الصيدليات ده كله نصب؟ لا، ما فيش حاجة يعني علاج نمش دي، لا كريم علاج نمش. تمام. ممكن اللون يخف شويه كطبيعه مع البشره كلها، لكن كهو نفسه يخف يعني يروح، لا. هو الحل الوحيد للنمش او العلاج الوحيد هو الليزر، هو كيو سويتش كمان.
مش ليزر تاني يعني. طيب طبعا نصيحة أخيرة كده في الصيف وفي درجة الحرارة عالية دي كده عشان أنا الحلقة وقت الحلقة انتهى، فعايز نصيحة أخيرة كده من حضرتك بس. تمام، احنا أهم حاجة بس في الصيف وفي الوقت اللي احنا فيه ده نكون نحمي بشرتنا أهم حاجة. احنا تمام. نحمي من احنا يطلع نمش أو كلف أو تجاعيد أو لا قدر الله حاجات أكتر، سرطانات الجلد أو كده. فأهم حاجة في القصة كلها إن احنا نستخدم واقي الشمس، ده المهم خالص، وشرب المية كتير. أنا متشكر لحضرتك جدا يا دكتور، معلومات شيقة جدا، وبننتظر من حضرتك وقت أكتر علشان خاطر نعمل حلقات أكتر. طبعا هو الموضوع ما انتهاش، لسه فيه كلام كتير. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا، يا رب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومة ولو بسيطة تستفادوا بيها. خلي بالكم من درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية زي ما الدكتورة قالت، انتظروني الثلاث القادم إن شاء الله. إلى اللقاء. برعاية مصر للتأمين.